العالم. طب يا طورا، كاس امبارح واتبسطت قوي ان هم طلعوا مع المجموعه اللي هي روسيا والسعوديه واورجواي، يعني المجموعه انت شايفها مجموعه جميله جدا. وفي امل ان شاء الله باذن الله ان مصر يعني ان شاء الله يبقى في ناس كتيره بتقول ان يعني المجموعه فرص مصر انها تصعد الدور الثاني. ان شاء الله. لا لا لا، ان شاء الله باذن الله مش هتبقى صعب، هتبقى كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله هيكون للمنتخب شان ان شاء الله في الكاس ده باذن الله. يعني مرورا على باقي المنتخبات في القرعه، يعني الناس بتقول ان احنا كويس ان احنا بعدنا عن الناس الثقيله قوي. لا احنا كويس قوي ان احنا بعدنا عن الناس الثقيله، هي بس هتبقى في مقارنه بسيطه كده بس بيننا وبين السعوديه وبيننا وبين روسيا. فيعني نغير المدرب ولا يفضل زي ما هو؟ لا لا لا، المدرب جميل وكويس، وان شاء الله باذن الله هيحققوا نتائج على ايده باذن الله. شفت قرعه كاس العالم امبارح؟ تمام. ايه رايك في مجموعه مصر؟ بص، هي المجموعه كويسه لحد ما، يعني انت معاك روسيا ده مستضيفه والاراجواي والسعوديه. احنا بس عايزين نقول للسعوديه برده منتخب مش سهل، مفيش منتخب سهل صعد كاس العالم. الاراجواي طبعا معروفه في امريكا الجنوبيه قويه جدا. روسيا وهي الدوله المستضيفه هتحب تطلع يعني اقوى ما عندها، يعني الجمهور والارض عامل طبعا عامل كويس ليها طبعا في روسيا. يعني اكيد مش هكرر مشكله البرازيل في 2014، البرازيل طبعا كانت في ارضها ما كانتش كويسه جدا، روسيا هتحب تعكس الموضوع. في فرق كبير بين مستوى البرازيل ومستوى روسيا. ماشي، بس يعني الفرق شاسع، يعني الفرق ده مهاره اصلا يعني وخبرات كتير قوي بين دوت ودوت. بس يعني روسيا برضه هتستغل الموضوع اللي هي على ارضها لما يبقى الماتش قدامك. وكمان معروف منتخب مصر بقاله كتير قوي ما صعدش، فهي دي النقطه اللي كله هيبقى متكلم فيها. طيب الناس بتقول ان احنا ممكن نتعادل مع روسيا، ممكن نتعادل مع الاوروجواي ونكسب، ممكن نخسر من الاوروجواي ونتعادل مع السعوديه ونكسب روسيا ونصعد. بص، احنا اكيد طبعا مش هنحط كل الاحتمالات دي، لان انت في بطوله قبل كده انت البرازيل كنت انت تتعادل معاها، كسبت ايطاليا، خسرت من امريكا كاس العالم للقارات. فاحنا طبعا مش هنحط مقارنات مهما كان المنتخب، اي منتخب قدامك قوي فانت برده المنتخب بتاعك قوي جدا، لانك انت منتخب جدا. يعني انت دلوقتي هتلاعب روسيا، هتلعب اللي انت هتكسب روسيا زي ماتش ايطاليا، هتلاعب الاراجواي، هتلعب اللي انت هتكسب الاراجواي زي ماتش ايطاليا. شفت القرعه بتاع كاس العالم امبارح؟ شفت القرعه بتاع كاس العالم امبارح. يعني المنتخبات العربيه شايف حظ مصر في المجموعه؟ هو مصر كده نجت يعني بالنسبه ليهم كلهم. المجموعه كويسه. يعني اول لما شفت المجموعه قلت خلاص يعني خدنا كاس العالم. طيب في ناس كتير اتكلمت عن ان احنا ممكن ما نصعدش للدور الثاني. لا ان شاء الله الحظوظ كبيره، يعني ان شاء الله. يعني اول ماتش مع اوروجواي ده ممكن بنسبه 90% نخسر، بس مش مهم، يعني الماتشين التانيين ممكن نقدر نعوض فيهم كويس. ممكن نعوض فيهم. طب الناس بتقول ان السعوديه، يعني الناس كانت بتتكلم على ان احنا ممكن نكسب السعوديه ونتعادل مع روسيا ونخسر من اوروجواي، انت شايف ان منتخب هو الفكره في روسيا منتخب مش اللي هو القوي، بس الفكره الماتش هيبقى على ارضه هو، فالجمهور هيعمل فرق كبير معاه. لكن ماتش السعوديه ان شاء الله نقدر نكسبه، وماتش روسيا برضه ان شاء الله نعمل فيه يعني نتيجه كويسه. يعني شفتوا قرعه كاس العالم امبارح؟ مجموعه مصر شايفها ازاي؟ هي يعني تقريبا اسهل مجموعه او ثاني اسهل مجموعه. المنتخبات الاربعه بيحمدوا يعني ربنا كده على انهم وقعوا في نفس المجموعه دي، وكلهم بيقولوا انها مجموعه سهله. عشان احنا كلنا تعبانين. عشان احنا كلنا تعبانين، يعني كل المنتخبات تعبانه. طب الناس بتقول ان احنا لازم كوبر ممكن نغير كوبر قبل كاس العالم، انت معاهم ولا ضدهم؟ انا رايي لو احنا رايي حسام حسن هو اللي يمسك المنتخب، يعني هو انا شايف ان هو انسب واحد يمسك، غير كده نفضل بكوبر عشان خاطر ما نفضلش نجرب من اول وجديد وكده. يعني طيب شايف المفروض المنتخب يلعب ماتشات مع مين وديه قبل كاس العالم؟ يعني ايه الفرق اللي احنا المفروض نلعب عليها الفتره اللي جايه عشان المنافسه؟ ما هو احنا عندنا حد من امريكا الجنوبيه، عندنا حد من اسيا، عندنا حد من روسيا. اكيد احسن أوروبا. اكيد طبعا اوروبا احسن، انسب الفرق ان احنا نلعب معاها، ما نلعبش مثلا مع فرقه بتاعت اسيا. لان الفرقه بتاعت اسيا ضعيفه، يعني مستوى ضعيف، مش هنستفاد خبره او مش هنستفاد، مش هيبقى فيه تلاحم كبير يعني. طيب المنتخب الناس قالت ان احنا هنخسر ماتش ونكسب ماتش ونتعادل ماتش، انت شايف اللعب المفروض يكون على عادي ولا لازم نركز في الحاجات دي؟ لا احنا محظوظين عشان خاطر اول ماتش لينا هو اصعب ماتش مع اوروجواي. احنا كسبنا وتعادلنا او خسرنا في الماتش ده مش تفرق معانا. انما اللي هيخلينا نعمل حسابنا في المجموعه، شكل المجموعه ككل، ان احنا الماتشين اللي هم الاخر، يعني مصر امبارح قرعه كاس العالم شفتها؟ سمعت عنها. روسيا واوروجواي والسعوديه. طيب الحظوظنا في ان احنا نصعد الدور الثاني ايه؟
ما فيش حد بيوصل كاس العالم غير لما يكون بيعرف يلعب كوره. اه فانا حاسس ان لا يعني كله كويس، بس روسيا عشان معاها جماهير فده يبقى فرصتها احسن. يعني اوروجواي كمان يعني فرقه جامده. يعني مصر لازم تلعب، انا منتخب كبير ووصلت نهائيات فلازم العب بالاسم ده. اه انت وصلت خلاص. لعب التصنيف التصفيات ده لا ما ينفعش، لازم نلعب كوره يعني على الاقل نهاجم، يعني نحاول نجيب جون الاول. يعني احنا طيب منتخب المدرب بتاع روسيا امبارح كان اتكلم عن انه يعرف منتخب مصر ويعرف محمد صلاح لكن ما يعرفش السعوديه، هل ده يدي المنتخب طابع كويس مثلا؟ هم يعرفوا صلاح فدي مشكله بالنسبه لنا، ان كله هيمسك صلاح احنا مش هنعرف نلعب تاني. طيب انت شايف ان نغير كوبر ولا يستمر زي ما هو؟ هو حد وصل كاس العالم فمن حقه يكمل. حقه يكمل ده انجازه. السعوديه ومنتخب عربي معانا السعوديه وصلت كتير. يعني معانا في المجموعه والكلام كتير عن ان احنا ممكن نخسر ممكن نكسب، ما اللي هيلعب كويس هيكسب اللي يلعب كويس يكسب.